السلام عليكم، الله يعطيكم العافية والصحة يا رب. معكم ملك القطامي من كلية الطب جامعة البلقاء التطبيقية دفعة عيورطة. اليوم إن شاء الله تعالى في عنا محاضرة البايوكيمستري من سيستم الـ MSS. هي محاضرة الوحيدة اللي داخلة في المد، وإن شاء الله راح نقوم بشرحها. هاي المحاضرة بإذن الله بسيطة سهلة حلوة. الحلو في محاضرات البايوكيمستري سيستمز بأنه إحنا في مادة الجنرال أخذنا كثير أشياء، أخذنا كثير ضغط، كان كثير ضغط في المادة. هسه بالسيستمات بس عم تنعاد المحاضرات بشكل ترتيبي مش أكثر من هيك. فمعظم المعلومات اللي في هاي المحاضرة أخذناها، لكن راح أرتبها محاضرة ممتعة في معلومات مفيدة بتفيدنا في حياتنا وإحنا أصلا بنطبق فيها. يلا مع بعض. طيب بالنسبة للمواضيع اللي راح نأخذها في هاي المحاضرة، اللي هو المصل. هاي المحاضرة بتتحدث عن المصل، كيف الطاقة اللي فيها، الميتابوليزم تبع السكيليت اللي بصير في داخل السكيليت المسل. السكيليت المسل كيف بيتم إمدادها بالطاقة. في عنا 3 energy pathways، سواء ايروبيك، انايروبيك، كرياتين فوسفيت. في عنا مصادر بتمد السكيليت المسل بالطاقة. بدنا نشوف كل باثوي متى بيشتغل. والله في الأشياء السريعة، أنا بدي أحمل وزن هسه، وزن كثير ثقيل، النتعة هاي، مين اللي أعطى المسل الطاقة اللي فيها؟ طب انا اذا بدي اركض لمده دقيقه، او لما بدي اركض لمده 10 دقائق، او لما بدي امشي ماراثون مثلا لمده ساعه، شو نوع الطاقه اللي بيتم امداده للمسل فايبر؟ حلو انه نعرف هاي المصطلحات. طبعا في داخل المسل كستراكشر في اختلاف في المسل فايبر، في شيء اسمه مسل فايبر تايب 1 وتايب 2، موجود في داخل سكيلت المسل. كل واحد منهم بيشتغل فيه في ظروف معينه بشكل اقوى عن الثاني. راح نشوفهم type of muscle fibers، ليش أمراض العضلات بتكون فاهية، اللون فيها فاهي، وفي عضلات لونها أحمر بسبب اختلاف كمية الأكسجين وتخزينه في كل منهم. طيب إذا إحنا راح نشوف 3 energy pathways اللي بتعتمد عليهم skeletal muscle. طيب هدول الباثويز بناء على الاكسرسايز أنا بستخدم واحد منهم. أوكي يلا بسم الله، كثير سهلة يا جماعة المحاضرة. شو مصادر او شو الميتابوليزمز اللي ممكن انه يصيروا في داخل سكيلت المسل؟ كثير اشياء، جلايكولايسيس، جلايكونيوجينيسيس، بيتا اوكسيديشن اللي هو كيتون بوديز. جلايكولايسيس انا لما اجيب الجلوكوز وابلش احطم فيه، هذا اسمه جلايكولايسيس. جلايكونيوجينيسيس او جلايكوجين لايسيس، عفوا جلايكوجين لايسيس، اني امسك الجلايكوجين اللي هو عباره عن جلوكوز ستورج في داخل الجسم واحطمه. لما انا ينفذ عندي الجلوكوز في الجسم، وين بنروح على المخازن؟ الجلوكوز كيف بتخزن؟ على هيئه جلايكوجين، بحطم الجلايكوجين. بيتا اوكسيديشن اللي هي العمليه اللي بتحطم فيها الفادي اسيد على اساس نحصل على الاي تي بي منه. فاتي اسيد لما بتحطم، العمليه بنسميها بيتا اوكسيديشن. طيب كريبس سايكل هي بتيجي كخطوه ثانيه من الجلايكوليسيس في حال توافر الاكسجين وفي داخل الميتوكوندريا. برانش تشين امينو اسيدز، بتعرفوا مين هم؟ الفالين والليوسين والايزوليوسين. يعني هاي بجوز 10 محاضره في البايوكيمستري عند دكتور نبيل وهو بيموت على هدول البرانش تشين. ما بعرف شو قصته معهم، لكن كثير انذكروا فالين، ليوسين، ايزوليوسين، هدول برانش تشين امينو اسيدز. الكترون ترانسبورت تشين اللي هي عباره عن عمليه صرف العملات تبعت البطاريات، الناد اتش والفاد اتش 2. كيف بدنا نحصل طاقه منهم؟ الالكترونات بتصير تنتقل عبر سلسله نقل الالكترون، بعدين بتصير في عمليه بنسميها اوكسيديتيف فوسفوريليشن اللي هي فسفره وانتاج الاي تي بي. كالسيوم ريجوليشن والكي انزيم ريجوليشن، هاي كلها قاعده بتصير في السكيلت المسل. ما علينا، كلام عام احنا لسه بنحكي. المسل ميتابوليزم تو تايب، حتى الايروبيك ريسبيريشن وانايروبيك فيرمنتيشن. الان في وضع طبيعي انه السكيلت المسل اذا كان متواجد عندها الاكسجين وقادرة انها تستهلك الاكسجين، في عندك aerobic respiration. الان في عندك بعض التفاعلات ما يعني الاكسجين مش موجود، فالسكيليتال مسل هي من النوع اللي بامكانها انها تنتج طاقة حتى بعدم وجود الاكسجين. في عندك بعض الاشياء ما بتنتج طاقة الا بوجود الاكسجين. فاحنا قاعدين نحكي عن السكيليتال مسل عندها الخاصيتين، عندها خاصية الايروبيك وعندها خاصية الانايروبيك يا جماعة. اوكي مركزين معي؟ طيب الايروبيك محتاجه كميه كبيره او بتنتج كميه كبيره من الاي تي بي وبتحتاج الاكسجين، ومن الويست برودكتس اللي بتطلع عندها الووتر، سي او 2، زي نواتج الكريبس سايكل والسيلولار ريسبيريشن. الانايروبيك
الكمية اللي بتنتجها اوكي ماشي، انت قاعد بتنتج لي بدون اكسجين، لكن كمية الطاقة اللي بتنتج ليها قليلة. 2 اي تي بي مثلا من عملية الفرمنتيشن. وايش النواتج؟ لاكتيك اسيد. هسه بنشوف انه هو سبب للفتيج للمصل. المصل مش قابل انها تعمل في مرحلة من المراحل كونتراكشن بسبب تراكم اللاكتيك اسيد والهيدروجين ايونز الموجودة. اوكي تمام. انرجي ميتابوليزم سكيليتال المصل. حلو، نحكي شوي عن الاستراكشر تبعت الفايبرز الموجوده في السكيليتال مسل. في عندنا تو نوعين من الفايبرز، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 بيكون ريد فايبرز، تايب 2 بيكون وايت فايبرز. الريد فايبرز هذا بيكون شغل انه يشتغل بوجود الاكسجين، بمعنى انا في عندي اكسجين بدي اعمل ايروبيك ميتابوليزم. انو النوع اللي بيشد وبيشتغل بشكل رائع في داخل السكيليتال مسل اللي هو تايب 1، سكيليتال مسل تايب 1 ريد فايبرز. ليش بيكون ريد؟ بسبب كمية الأكسجين الموجودة في داخله، وبتحمل prolonged effort يعني لمدى طويل. راح نشوف إنه كمان شوي إنه الأيروبيك ميتابوليزم ما بيشتغل إلا لما يكون نوع الجهد على سكيلت المصل طويل الأمد. ماراثون بدي أركض لمدة ساعات، هذا ما راح يتحمله أنايروبيك. أنايروبيك يا جماعة شغل دقيقة دقيقتين بس، تخمر، لأنه كمية الطاقة اللي بنتج إياها كثير قليلة وسريع للأشياء السريعة. فهون الفايبرز اللي راح تشتغل راح تتنشط الوايت فايبرز. ليش وايت؟ ما فيها اكسجين، شغل لشغل سريع، لشغل سترونج كونتراكشن وتخلص الانايروبيك. اوكي اذا بس بدي اياكم تفهموا انه في عندنا نوعين من الفايبرز، كل وحده لها نطاق معين انها تشتغل فيه واللون بيختلف. اوكي طيب، انرجي ميتابوليزم بالنسبه للايروبيك تحتاج اكسجين. عادي اذا كررنا مليون مره المعلومه، هذه هي هيك ترتيب السلايدات. ايروبيك اكسجين سورس اوف انرجي، من وين ممكن انه نحصل ونعمل ايروبيك ميتابوليزم؟ فاتي اسيد، كربوهيدرات. شو النواتج اللي ممكن انها تنتج عندي؟ CO2 H2O و ATP. الانايروبيك without اكسجين، شو المصدر اللي بامكاني اني اعتمده في الانايروبيك؟ كربوهيدرات. شو النواتج؟ لاكتيت وال ATP. بمعنى انا عندي هون كاربس، الكاربس بقدر اعمل فيها ايروبيك وبقدر اعمل فيها انايروبيك حسب ظروف الخليه، في اكسجين ولا ما في اكسجين. في اكسجين هيني في الايروبيك ما احلاني، ما في اكسجين بعمل فيرمنتيشن تخمر، بنتج عدد كميه طاقه قليله وبنتج لاكتيك اسيد. بينما الفاتي اسيد مين تسلك مسار الايروبيك، بيحكي لك انا بدي ايروبيك. اوكي تمام. يعني عيب نطلع من السنة الثالثة وما نعرف انه البرين المصدر الطاقة الاساسي اللي له جلوكوز. اوكي بينما الهارت المصدر الاساسي له فاتي اسيد. البرين ما بيفوت في الكيتون بوديز تبعت الفاتي اسيد بسبب البلد برين بارير. تمام، الفاتي اسيد ما بتقدر انها تفوت الى الداخل، فبتعتمد مصدر الطاقة الجلوكوز. عشان هيك بس يهبط السكر عندك انت بتدوخ بسبب نقص امداد السكر للدماغ. فالمصدر الطاقة الأساسي للدماغ هو الجلوكوز، بينما المصدر الطاقة الأساسي للهارت هو الفاتي أسيد. فاتي أسيد لأنه كمية الطاقة بتنتج كثير عالية من الفاتي أسيد. أوكي طيب، شو في عندنا معلومات كمان؟ الطاقة من وين بتنتج؟ يعني أنا وظيفتي في السيلولر في عملية بسميها سيلولر ريسبيريشن، التنفس الخلوي في داخل الخلية، بجيب الجلايكوليس بجيب الجلوكوز وبحلله. بالأخير إيش بنتج عندي؟ ATP. الATP نفسه جزيء طاقة، لكن كيف الطاقة بتنتج منه؟ عن طريق كسر الرابطة، مش هو أدينوسين ترايفوسفيت، يعني أدينوسين وبعدين السكر الخماسي بعدين في عنا ثلاثي الفوسفات. الطاقة من وين بتنتج بالضبط؟ من الاي تي بي. لما أكسر رابطة فوسفيت بنلاحظ أنه الاي تي بي كنفسه هذا ما بيطلع طاقة إلا لما أكسر رابطة الفوسفيت اللي فيه وحوله لأي دي بي، ساعتها بصير في عندك انرجي ليزنج، انتاج طاقه. اذا انتاج الطاقه بيتم مش من الاي تي بي، من الهيدروليسيس تبع الاي تي بي. فانا وظيفتي بالسيلولار ريسبيريشن جسمك بيحكي لك انا باخذ الاكل تبعك وبصنع فيه اي تي بي. متى ما بدك طاقه اكسر الرابطه تبعت الفوسفيت وبنتج لك طاقه. جزيء الاي تي بي الواحد تعرف قديش بتحمل من النشاط؟ من 4 ل 6 ثواني بيعطيك طاقه بس. اذا جزيء الاي تي بي الواحد بامكانه انه يعطيك من 4 ل 6 ثواني. شو بنستنتج؟ انه لازم يكون في مخازن للطاقه في داخل الجسم، في داخل المسلز، لانه ماشي بناء وبيعتمد على مبدا شيء اسمه التيرن اوفر. يعني الاي تي بي نصرفها لاي دي بي، الان اذا اي دي بي عندي برجع بصنع فيها اي تي بي، بسميها تيرن اوفر. اوكي ماشي لازم تكون سريعه انا معك، لكن لازم يكون فيها لازم يكون في مصدر تخزين في داخل الجسم.
لانه تطلع يعني من 4 ل 6 ثواني ولا إشي، جزيء الاي تي بي ما بيتحمل معي. انت محتاج كميه طاقه كبيره على اساس تصرفها، خاصه اذا كنت في strenuous exercise. طيب الايروبيك مع الانايروبيك ميتابوليزم. الايروبيك طلع، خلينا نحكي القصه من البدايه. الكربوهيدرات جزيء الكاربس لما انا بدي احصل على طاقه منه بدخلها في عمليه بنسميها الجلايكوليسيس. اذا الكربوهيدرات ميتابوليزم، شو اسم العمليه تبعته لما بدي احطمه؟ الجلايكوليسيس. طيب الجلايكوليسيس اكثر من مرحله. اول مرحله اني امسك جزيء الجلوكوز هذا الموجود عندي، تمام، اللي هو سيمبل شوجر على الاخر، سيمبل كربوهيدرات، بجيب الجلوكوز بعمل له جلايكوليسيس، بحلله لجزيئين من البايروفيت بالاضافه الى جزيئين من الاي تي بي. تتذكروا نصرف عليه 2 اي تي بي وبعطينا بالنهايه 4 اي تي بي استثمار. بدخل فيه 2 اي تي بي بطلع لي 4 اي تي بي، فصفى النت من الاي تي بي اللي كسبتها من الجلايكوليسيس 2 و2 جزيئين بايروفيت. اوكي، الان توفر عندي اكسجين من فوت الجزيئين البايروفيت للميتوكوندريا وبتحولوا لشيء اسمه الاسيتيل كو اي اللي هو بدايه السيتريك اسيد سايكل. اذا ما توفر عندي اكسجين في نفس السيتوسول بكمل كانايروبيك ميتابوليزم، انه البايروفيت عن طريق اللاكتيت دي هيدروجينيز بتحول للاكتيت بس 2 اي تي بي. هذا متى؟ في حال عدم وجود الاكسجين. في حاله وجود الاكسجين وظروف مناسبه بفوت على الميتوكوندريا. طيب البايروفيت جزيء كبير في الحجم فبتحول للاسيتيل كو اي عشان يدخل الميتوكوندريا. الاسيتيل كو اي هو دائما نقطه بدايه الستريك اسيد سايكل. احفظ معي شو بدايه الستريك اسيد سايكل حتى لو انك ناسي، شو البدايه؟ اسيتيل كو اي، اسيتيل كو اي، تمام. طيب ستريك اسيد سايكل لفه بلف لفه، كل لفه فيها 3 ناد اتش 1 فات اتش 2 1 اي تي بي 2 سي او 2، لفتين اضربهم باثنين، بالاخير النت المحصله من 32 ل 34، في بعض الاحصائيات تحكي لك 36 اي تي بي، ما علينا بالرقم، بس طلع 2 اي تي بي مقارنه ب 36 اي تي بي، لكن العمليه اخذت وقت. هاي العمليه سريعه خطوه، بايروفيت للاكتيت خطوه، صح ولا لا؟ هون طلع كم خطوه، والستريك اسيد سايكل بدك تلف لفه كامله. فيا بتاخذ وقت طويل وبتعطيك طاقه اكبر، يا وقت قصير بتعطيك طاقه اقل. طيب الاي تي بي تاسكس، انا ايش بيهمني الاي تي بي؟ مينتين بادي تمبريتشر، طاقه يعني حراره. حراره جسمك من وين؟ بسبب الطاقه الموجوده فيه والميتابوليك رياكشنز الموجوده داخل جسمك. ريبير دامج سيلز، انت لما خلاياك تتدمر حتى اعيد بنائها لازمني طاقه اني ابني. دايجستشن اوف فود، عمليه الهضم والبريستاليسيس والامعاء وكذا وامتصاص الطعام كله بيحتاج الى طاقه. البمبس المضخات، طلع ايونات في المعده، طيب اسحب ايونات روح، هذا كله بيحتاج طاقه. ميكانيكال وورك موفمنت، اي عمليات نقل في الجسم بيحتاج طاقه. اوكي، اذا الطاقه مش من الاي تي بي نفسه، من الهيدروليسيس تبع الاي تي بي، اكسر الرابطه بعطيني انرجي 100%. ان شاء الله تكون اموركم تمام لحد الان، معلومات كثير سهله. هاو داز يور بودي يوز اي تي بي؟ طيب كيف جسمك بيستخدم الاي تي بي؟ زي ما حكينا بنكسر الرابطه، ضلوا يعيد في الكلام، شايفين اكسر الرابطه ما بين الفوسفات والفوسفات بعطيني طاقه. الاي تي بي بعدين بنروح بنجدده وبنعطيه بنشبك معاه مجموعه فوسفات وبنرجعه لاي تي بي. طيب مين اللي بده يشبك هاي المجموعه؟ انا بدي طاقه ترجع لهي الاي تي بي على اساس ترجع لاي تي بي، شيء اسمه تيرن اوفر. الاي تي بي استهلكت الطاقه اللي فيها لاي تي بي، طلعت مجموعه الفوسفات منها، هسه حتى ارجع بدي طاقه. من وين اجيب هاي الطاقه؟ يعني بتتكفل الجسم فيها سيلولار ريسبيريشن، اللي هي عباره عن عمليه الجلايكوليسيس، ستريك اسيد سايكل، بعدين الكترون ترانسبورت تشين، انه الالكترون بيجي البطاريات الناد اتش فاد اتش 2، تلقي الالكترون تبعها. طبعا الفاد اتش 2 بتبلش من المركب الثاني والناد اتش بتبلش من المركب الاولاني، بنتقل الالكترون من مركب لمركب لمركب، وبعدين الفاينل اكسبتور اللي له اكسجين. طيب شو استفدنا من عمليه نقل الالكترون عبر سلسله نقل الالكترون؟ بانه زاد طاقه. الالكترون لما بترمى من مركب لمركب من كومبلكس لكومبلكس بيرمي طاقة، هاي الطاقة بستفيد منها اني اطلع ال H بلس من داخل الى الخارج من الماتريكس الى اشي اسمه الانتر ممبرين سبيس. هون على ما اظن هيك الاسم تبعها، ال H بلس بتتراكم في هاي المنطقة بتشكل جريدينت، بتشكل عامل تركيز ضغط. هذا العامل التركيز مين بيستفيد منه؟ ال ATPase او ال ATP kinase اللي هو انتاج الطاقة. اي تي بيز بحكي لك تعال انت يا اتش بلس بدك ترجع لمحلك، صح؟ شكلت لي عامل تركيز كبير، بدك تنتقل من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، تعال. بمسك الاتش بلس بروح بدخله
مقابل انه يلف لفه. شو اللفه؟ بجيب جزيء اي دي بي، بجيب مجموعه فوسفات وبشبكهم مع بعض بصنع لي الاي تي بي. هاي العمليه اللي هون اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن، العمليه اللي هون نسميها الكترون ترانسبورت تشين. اذا شو استفدت من الالكترون ترانسبورت تشين؟ بانه لما نقل الالكترون وترمى من كومبلكس لكومبلكس اخذت منه طاقه وطلعت مقابلها البروتونز الى الخارج. طيب البروتونز للخارج راح يتراكم وراح يشكلوا الجريدينت كونسنتريشن، لازم ينتقل من الاعلى تركيز للاقل تركيز. مين اللي بيستفيد من الموضوع؟ هذا المركب، اوكي، الاي تي بيس. بحكي لك انا بفوتك يا اتش بلس، لكن بدك تساهم معي باني الف لفه ادمج فيها الاي تي بي مع مجموعه الفوسفات واصنع اي تي بي. اوكي، هاي هي عمليه انتاج الطاقه من السيلولار ريسبيريشن. هيك برجع الاي تي بي للاي تي بي، والاي تي بي بستفيد منه في الوظائف اللي حكيناها قبل شوي، تمبريتشر والى اخره. في عندنا مركب نسميه اي تي بي، اي تي بي ترانسلوكيز انزيم، هذا هو راح يعني يفيدنا في عمليه النقل تبع الاي تي بي لما يدخل للميتوكوندريال ماتريكس. اوكي، طيب نفس ما حكينا، هي الاي تي بي، هاي الاي تي بي. الاي تي بي لما يتحول لاي تي بي كيف لازمنا سيلولار ريسبيريشن. من وين بدها تيجي اصلا الاشياء اللي بدها تحرك السيلولار ريسبيريشن؟ الفود. اذا الفود بعدين جسمك بيستفيد من هذا الفود بانه ينتج طاقه ويحول الاي تي بي لاي تي بي، والاي تي بي بيستفيد منه في افراز الطاقه في وظائف الجسم. Sustaining muscle contraction ATP source and time. الان فعليا مصادر الطاقه الموجوده في المسل، العمليتين الميتابوليزم الكبار ايروبيك وانايروبيك حكينا عنها. هاي فيرمنتيشن، هاي عباره عن تكمله وستريك اسيد سايكل، الكترون ترانسبورت تشين، واوكسيديتيف فوسفوريليشن، وانتاج اي تي بي بكميه كبيره لكن باخذ وقت. هاي سريعه بتنتج لاكتيك اسيد بس اي تي بي كميه قليله. في عندنا مصدر طاقه ثالث ما حكينا عنه لانه هو فعليا مش ميتابوليزم كبير، هو خطوه واحده، مصدر بنسميه فوسفو كيراتين او كرياتين فوسفيت، تقدر تحكي تسميتين فوسفو كيراتين او كرياتين فوسفيت. هذا شورت بيرستس ات ماكسيمال ايفورتس، بعطيك طاقه كثير كبيره في شورت بيرست، يعني بدي انتعنتع او بدي انطلق في ركض معين، يعني ابو شغل 10 ثواني مش اكثر من هيك. طيب فوسفوكرياتين هسه رح نحكي عنه بالتفصيل، تمام؟ الانايروبيك شغل لفتره انترميديت، هيك وسط، فتره يعني دقيقه مش اكثر من هيك، من دقيقه لدقيقتين. طب بلكي بدي نشاط لساعات، لونج ديوريشن اورز، بتروح على الايروبيك. اذا المصل متوفر عندها ثلاث اشياء، شو الشيء بدك توصل لنا اياه معك من الاخر؟ انه المصل عندها ثلاث مسارات، عندها ثلاث مصادر من الطاقه، تو باث ويز، وشيء اسمه فوسفوكرياتين. فوسفوكيراتين بنتج نتيجة الإكسس اي تي بي، عندي اي تي بي زيادة وين اروح فيه؟ بروح بخزنه في الفوسفوكيراتين لما انا احتاجه في الماكسيمال ايفورتس، يعني شغل ابو 10 ثواني هيك انفجار سريع، انطلاقة ركض او نطة عالية او كذا، بدي فوسفوكيراتين بزودني في الطاقة. اذا المصل حسب التايم اللي راح اشتغل فيه وحسب نوع الايفورت، الجهد اللي راح انا اوجهه على العضلة. اذا نعتمد على التايم، نعتمد على الايفورت، بدنا شغل ابو 10 ثواني ويعطينا ماكسيمال افكت، بنروح على الفوسفو كيراتين، بعطيك طلع تاثير ما حدا وصله وسريع جدا. طيب الانايروبيك ميتابوليزم لشغل انترميديت من دقيقه لدقيقتين، اوكي، الشغل لساعات، بدك طاقه لساعات، انت ما بدك طاقه سريعه تطلع عندك، انت بدك طاقه تطول، وصلت الفكره؟ فبنروح على الايروبيك ميتابوليزم، ابطا وحده اسرع الاسرع، تمام. طيب هاي اقل مده، هاي اعلى شوي، هاي الاعلى في المده، كثير منيح. طيب هرمونال ريجوليشن اكيد، يعني بما انه في عندنا عمليه ميتابوليزم، في شيء بتحطم، في شيء بنبنى، وفي شيء لازم يكون في عندنا عمليه تنظيم. مين بده ينظم؟ الهرمونات، جلوكاكون، كورتيزول، ابنفرين، جروث هرمون، والانسولين. هذول الهرمونات يا جماعه بشكل عام المسؤولين عن بداية وتوقيف إنتاج الطاقة تبعت الـ ATP. طبعاً أنو واحدة اللي هو الكاتابوليك، كاتابوليك يعني هدم، حتى أنا أهدم الطاقة وأكون في عشان أعمل الرول تبع المسل كونتراكشن، بيفيدني هدول الهرمونات. طيب نحكي عن كل واحدة بالتفصيل من المسل ميتابوليزم. كرياتين فوسفيت حكينا عنها أنه هي ATP زيادة في داخل الخلية، بروح أنا بخزنها في كرياتين فوسفيت. عندي ATP زيادة، بروح بخزنها في الكرياتين فوسفيت. انرجي ريتش موليكيول، جزيء طاقه، جزيء طاقه، تمام. هسه الكرياتين فوسفيت مش هو اللي بيعطيني الطاقه، بتعرفوا هو يعني زي بطاريه صغيره،
انا احتاج الطاقه سريعه، تمام؟ يعني شغله 15 ثانيه. شو وظيفه الكرياتين فوسفيت؟ بانه يولد لي اي تي بي، الاي تي بي بتروح تعمل طاقه. اها والله تنتبه، الكرياتين فوسفيت هو انرجي ريتش موليكيول، بس مش هو اللي بيقوم بالوظيفه ذات نفسها. يعني اذا بدي انتج حراره، بدي انقل، بدي افتح مثلا بوابه عبر خليه، مش هو اللي بيقوم بالوظيفه، هو وظيفته انه يروح ينتج لي اي تي بي بشكل سريع جدا، ما لا تتجاوز العشر ثواني. اوكي، فالكرياتين فوسفيت بروح بحول لي الاي تي بي لاي تي بي، هاي هي الوظيفه تبعته بس، وشغل بس ابو 15 ثانيه، سريع كثير. تمام، هذا هو الفوسفوكرياتين. فهي الفوسفوكرياتين طلع من الاي تي بي للاي تي بي، هي وظيفته. كم اي تي بي بنتج؟ وحده. اذا وحد اي تي بي، شغل بس من 10 ل 15 ثانيه، دايركت فوسفوريليشن، هذا هو التفصيل تبعها. اثنين، انايروبيك، شغل من 30 ل 60 ثانيه، من دقيقه في امراض لدقيقتين ممكن انه يمتد، دقيقه لدقيقتين. انايروبيك ميتابوليزم، معناها بعمل عملية الجلايكوليسيس، بوصل لللاكتيك اسيد فورميشن وبس بوقف، ما بفوت على الميتوكوندريا، لا، الجلايكوليسيس بكملها في السيتوسول، بنتج معاي 2 اي تي بي، كمية الطاقة الناتجة 2 اي تي بي، المصدر جلوكوز. طيب الآن إذا بدي، لا اورز، بدي طاقة لفترة طويلة تمتد لساعات، باخذ الجلوكوز وبنتج منه طاقة عن طريق الجلايكوليسيس، بعدين بفوت البايروفيت بحول لاسيت الكو اي، بفوت على الميتوكوندريا بعمل سيتريك اسيد سايكل، بعدين الكترون ترانسبورت تشين، بعدين اوكسيديتيف فوسفوريليشن، بنتج لي من تقريبا 38 اي تي بي. يلا نقارن كميات الطاقه، طلع المسل ايش الخيارات المتوفره لها. المسل لو اجاك واحد بعد 15 سنه بحكي لك المسل كيف تنتج طاقه، شو المسارات المسل اللي بتعمل فيهم طاقه، بتحكي له فوسفوكراتين، انايروبيك، ايروبيك، حسب الايفورت وحسب التايم. بدك طاقة عالية جدا بوقت ما لا يتجاوز ال 15 ثانية وتنتج لي واحد اي تي بي، كرياتين فوسفيت موجود او فوسفوكرياتين، طبعا ما بيحتاج اكسجين، بدون اكسجين. طيب بدك طاقة شغل دقيقة دقيقتين وكمية طاقة برضو قليلة 2 اي تي بي، الانايروبيك موجود، بنتج لك لاكتيك اسيد كمان وبصير في مصل فتيك. طيب بدك طاقة تستمر لساعات، معناها احنا راح نتجه لمسار الايروبيك اللي بحاجة اكسجين، تمام، بنتج لك 38 اي تي بي. اذا حسب، طلع كيف بدك تجاوب السؤال جواب علمي، حسب وضع العضله من حيث الوقت ومن حيث الايفورت انا بتصرف معك، هذا ما بده اكسجين، هذا ما بده اكسجين، هذا بده اكسجين. تمام. في شيء اسمه البيك اكتيفيتي، بيك الاكتيفيتي اللي هو القمه توب، اذا انا بدي نيومرس انرجي، اعلى كميه من الطاقه، طيب شو راح اسوي؟ ثلث العمليه راح تكون من خلال الميتوكوندريا وفي حال وجود الاكسجين. During peak levels of activity, demand of ATP is numerous. Oxygen can diffuse into the fiber enough for the mitochondria to meet that demand. Only one third of cells ATP needs can be met the mitochondria. شو يعني هذا الكلام؟ يعني إذا أنا بدي الوضع الأقصى من الأكتيفيتي من إنتاج الطاقة، مع هيك ما بصير فل أكسجين، الأكسجين بيقدر يغطي ثلث الاحتياج تبعك من الاي تي بي، ما في اشي اسمه فول اكسجين وفول سيلولار ريسبيريشن من ناحيه الاكسجين، من ناحيه الايروبيك ميتابوليزم. طب ولا يعني بقيه بس ثلث بقيه احتياجات الاي تي بي من وين بدي اجيبها؟ من حيث الجلايكوليسيس والانايروبيك ميتابوليزم، تمام، انتاج اللاكتيت والهيدروجين ايون. اذا انا اذا بدي اوصل القمه من حيث وظيفه او انتاج الاي تي بي، ثلث الكمية من الطاقة بس بوجود الأكسجين واللي هو الميتوكوندريا. طيب الباقي من وين؟ خلال الجلايكوليسيس والأنايروبيك ميتابوليزم، تمام؟ طيب أنا لما أنتج الأنايروبيك ميتابوليزم راح ينتج عندي لاكتيت وهيدروجين أيون، اللاكتيت راح يسبب مصل فتيك، أنا مش قادر أقبض العضلة، تمام؟ الهيدروجين أيونز راح تسبب ارتفاع في الأسيديتي تبعت الفايبر وراح تساهم معي كمان في الفتيك، فهذول التنين بيساهموا معي في المصل فتيك. اوكي، عشان هيك مش كثير مهم انه نعتمد عليها بشكل كلي. اذا ما في عندي اكسجين كامل وما في عندي انايروبيك ميتابوليزم كامل، اذا بدي الحاجه القصوى ثلث الاحتياج من الاكسجين والباقي من اللاكتيت ميتابوليزم، تمام، accumulation of the lactate. طيب ما جبنا سيره البروتين، حكينا شوي عن الفاتي اسيد، اظن راح نجيب سيرتها كمان، وحكينا عن الكاربس، ما جبنا سيره البروتين. يا جماعة البروتين هي اللي بدها تكون المسل فايبر، تخيل اني اعتمدها انا كمصدر طاقة اولي،
تخيل اني انا قاعد بسحب البروتين من المسل بس عشان اصرف طاقة، كمان شوي تنقص من الكتلة العضلية، تنقص تنقص يعني عشان اولي الطاقة العضلات تروح. البروتين بشكل نسبة كبيرة من شو اسمه، بشكل نسبة كبيرة من المركبات في الجسم. الانزيمات عبارة عن بروتينات، المركبات عبارة عن بروتينات، الخلايا السيل ميمبرين تبعها عبارة عن بروتينات، البروتينات موجودة في المسلز. اذا انا يعني اكيد ما راح احتاجها كمصدر طاقة اولي، عشان هيك انا بروح على الكربوهيدرات بصرف مباشرة. طول شوي الموضوع بروح على الفاتي اسيد. الان في حالات بالمرة ستارفنج انا ما في عندي ولا مصدر طاقة، بروح بكسر البروتين. فهون بحكي لك انه دور البروتين شبه مهمل، شبه رامينه. تمام، ليه هذا الكلام؟ هذا الكلام لانه يعني معظم مركبات الجسم وعضلات الجسم كلها من البروتينات، اكيد ما راح اروح احطمها. بس ما هيك، في دراسة بتحكي لك انه ممكن من 5 ل 15% تساهم معاي الامينو اسيدز. الامينو اسيدز اللي هي الوحدة الاساسية من البروتينات، فيما لو كان التمرين برولينت اكسرسايز، تمرين كثير طويل. والكمية هاي تعوض يا جماعة، يعني بعد ساعة ساعتين من التمرين ممكن انها تتعوض الامينو اسيدز. بس الفكرة انه في، تمام، مهملة، لكن في انه من نسبة من 5 ل 15% في التمارين الطويلة ممكن انه نستهلك الامينو اسيدز. اوكي، بيكوز انرجي ديماندز ار سو هاي، يعني بهاي التمارين كثير كثير احتياجي للطاقه، بجوز ما يغطي الكربوهيدرات والفاتي اسيد، فبلجا شوي لامينو اسيد. اوكي، فالامينو اسيد مش المفروض انه يعني نلعب فيها، لانه هي الانتجريتي تبعت السكيلت المسل كامل، هي ماهيه والاستراكشر تبع السكيلت المسل، ما بقدر اني اخذها. تمام، طيب حسب وضع الاكسرسايز، حكينا انه اذا كان الاكسرسايز طويل احتمال انه ناخذ شوي من الامينو اسيد. اذا كان التمرين هارد ريزيستنس اكسرسايز، كثير في تمارين مقاومة، اللي بصير فعليا هو اني بصنع البروتين، بصنع امينو اسيدز مش بهدم. طب ليه؟ لان انت بحاجة مسل، انت قاعد هارد ريزيستنس اكسرسايز، يعني تمرين كثير مقاوم للعضلات، انت بحاجة كونتراكشن كثير قوية، فانت لازم تزود على المسل من حيث الامينو اسيد. تمام، مش تقلل، زي عملية مثلا في الجيم بدك تحمل اوزان، حمل الاوزان المفروض انه العضلات قاعدة عم تبني بشكل بسيط امينو اسيد. بينما اذا كان التمرين نسميه انديورانس يعني ركض، تمام، مثلا التمارين الكارديو، تمارين اللي فيها ارتفاع نبضات القلب، الهارت ريت قاعد بيزيد، مش حمل اوزان، مش هارد ريزيستنس اكسرسايز، هاي العمليه بصير فيها روتيولايسس، تحطيم المسل بروتين. لكن هاي العمليه مو كثيره، ما يعني ما في خوف انه بعد ساعات بيتم تجديدها، بعد ساعات من التمرين تجدد. اذا عايش بيعتمد، يلا خلينا نرتب المواضيع. اول فكره حكينا انه البروتين شبه مهمل في استخدام الطاقه، لكن في نسبه، في نسبه من 5 ل 15% اذا كان التمرين طويل. هسه حسب، طيب اذا كان التغيير، طلع كيف التغيير، اذا كان الهارت ريزيستنس اكسرسايز تمارين مقاومه بيتم بناء بروتين سينثيسيس، بينما اذا كانت التمارين مودريت انتنسيتي شده متوسطه بتكون انديورانس، يعني شغلة ارتفاع في الهارت ريت وهيك، اللي بيصير تحطيم للبروتينات، لأنه أنا يعني ما بحمل أوزان، أنا بدي طاقة، أنا بدي طاقة تنصرف، قاعد عن الطاقة عم تنصرف بشكل كثير كبير، ماشي؟ فبصير بروتيولايسيس، وهذا بيتم تعويضه في الـ hours after exercise. بس هذا كل إشي بدنا نحكيه عن البروتين، نحتاجه كمية قليلة، والبناء تبعه والهدم حسب نوع الاكسرسايز، سواء كان ريزيستنس، هاي ريزيستنس، أو كان مودريت انتنسيتي. مصل اميونيتي، شو بالنسبة للمناعة اللي فيها؟ المصل بتنتج بروتينات كمصادر للطاقة للماكروفيجز والليمفوسايتس. طيب الآن إحنا لما نستهلك من المصلز، نستهلك من البروتين بشكل عام، شو الوحدة البنائية الأساسية للبروتين؟ أمينو أسيد. أخذنا معادلة زمان راح أذكركم فيها، الأمينو أسيد مع الألفا كيتو جلوتاريت بيتم تحليلهم على أساس أطلع طاقة، أنا بدي طاقة من البروتين. كيف البروسيس تبع عملية تحليل البروتين؟ هاي الامينو اسيد، هاي الالفا كيتو جلوتاريت بيجي معاه، بندمج معاه، بعطيني جزيء بايروفيت، بعطيني جزيء جلوتاماين. البايروفيت بروح بحوله لاسيتيل كو اي، تمام، الاسيتيل كو اي خلاص صرنا نعرف انه الاسيتيل كو اي نفوته على السيتريك اسيد سايكل وخلاص، يعني بنتج طاقه عادي زي الجلايكوليسيس ونفس الطاقه. هذا البايروفيت. الجلوتاماين، اذا صف المشكله هون، يعني طلع مشكله ثانيه للبروتينات، انه بيطلع عندي هذا الجزيء جلوتاماين. طب شو ممكن اسوي الجلوتاماين؟ بتودع على الكدني وبنعكس العمليه، لازم يجيب الجلوتاماين
مع البايروفيت وترجع لألفا كيتو جلوتاريت وأمينو أسيد. لكن هاي العملية سبب إنه صارت راح ينتج عندي جزيء مسميه الأمونيا. أمونيا تذكروا اليوريا سايكل كيف بدنا نتخلص منها؟ إذا إنتاج كمية كبيرة أو تحليل كميات كبيرة من البروتين وإنها تتحول لبايروفيت وجلوتاماين، والجلوتاماين بدي أرجعه، وكمان راح ينتج عندي جزيء الأمونيا. هذا الجزيء الأمونيا خلال 24 ساعة لازم يتخلص منه. تمام، شو بدنا نسوي؟ ايش بدنا نسوي؟ انتاج كميه كبيره من تحليل كميات كبيره من البروتينات ممكن ان يكون ضار جدا بالنسبه لنا. الامونيا ماده سامه، فالمحصله انه احنا مش لازم نعتمد على البروتين كمصدر طاقه اساسي، وهي حكمه ربانيه. اذا مصادر الطاقه بتترتب كالتالي: كاربس، طولنا شوي، فاتي اسيد، الان كثير طويل، او هاي ريزيستنس. ايش بصير؟ بنعتمد على البروتين. طب ليش تحليل البروتين ضار؟ لانه في عندي عمليه، اذا زادت هسه الجسم بتكفل في الامونيا عادي، بيعمل يوريا سايكل والكدني بتتصرف فيها، زاد عن حدها راح يتراكم في الجسم. اوكي، غير هيك انه في شيء اسمه الاوفر تريننج، في شيء اسمه اوفر تريننج سيندروم، انه اتمرن زياده عن اللزوم لدرجه انها توصل الفتيك بشكل كامل. طبعا هذا راح ياثر على الجهاز المناعي من حيث انه يصير في ابوبتوسز لنوع خلايا بسميها of non-activated cytotoxic T lymphocytes، يعني لسه بتكون مش متفاعلة متخبية cytotoxic T lymphocytes، بتم الأبوبتوسس فيها نتيجة الفتيج اللي صار من الأوفر تريننج. تمام يا جماعة؟ طيب كربوهيدرات، all carbohydrate converted to glucose، تقريبا الطاقة تقريبا في الجسم 4.1 كيلوغرام كيلو كالوري لكل جرام. يعني قديش كمية الكربوهيدرات بتعطيني طاقة المخزنة في الجسم؟ حوالي 2500 كيلو كالوري من الطاقة مخزنة في الجسم على هيئة كربوهيدرات. طب يعني كيف الكربوهيدرات بتخزن؟ على هيئة جلايكوجين. الجلوكوز ما بتخزن، الجلوكوز بتحول لجلايكوجين، والجلايكوجين هو اللي بتخزن. إذا احتجت الطاقة منه بروح بتحول لي إلى جلوكوز على أساس أطلع منه الـ ATP. وصلت؟ إذا مخازن الجلايكوجين تمام في الجسم تعطيني طاقة قديش؟ حوالي 2500 كيلو كالوري. مصدر الطاقة الأساسي اللي بدها تعتمد عليه المسل والبرين اللي هو الكربوهيدرات. إذا الكاربس هو مصدر طاقة أولي للمسل والبرين. هسا الجلوكوز الزيادة بتخزن الجلايكوجين لوقت العوز، لوقت الحاجة. أوكي؟ طيب الآن في بعض التحكمات، some changes note in skeletal muscle in response to exercise، استجابة للإكسرسايز بيتم افراز سكريتد فاكتورز، في عندنا فاكتورز بتنفرز حتى يتم التنظيم. لازم تكون هاي العمليه منظمه. كيف اخذنا احنا الهرمونات؟ في عندنا شيء اسمه الاي ام بي كي اللي هو عباره عن اكتيفيتد بروتين كاينيز، اي ام بي اكتيفيتد بروتين كاينيز. هذا عباره عن ايش؟ عباره عن سنترال ريجوليتور اوف انرجي هيميوستاسيس، جزيء منظم مش اكثر من هيك، بنظم عمليه الطاقه والميتابوليك باثويز وبيعمل بالانس بيناتهم. طيب بالانس بين مين ومين؟ بين كمية الطاقة والنيوترنت اللي انت قاعد عم تدخلها للجسم وما بين الحاجة الجسم للطاقة. تمام، فهو بحفز انه والله increase number of glucose transporter. بتعرفوا الانسولين سيجنالينج، مش حكينا انه في هرمونات قاعدة بتنظم من ضمنها الانسولين سيجنالينج. الانسولين شو وظيفته يا جماعة؟ انه يروح على مستقبلات معينة تفتح تدخل الجلوكوز من الدم الى داخل الخلايا. مش منيح انه السكر يضل في داخل الدم، لازم يتدخل لجوا الخلايا. بفعل مين؟ بفعل انه الانسولين راح حفز ترانسبورتر للجلوكوز انه يدخل الجلوكوز من الدم باتجاه الخلايا. فهذا كمان مهم. تخيل انه الجلوكوز ما يفوت لداخل الخلايا، بصير في عندي نقص في الطاقة حاد في الجسم، فأي مشكلة ممكن ان تؤدي الى مصيبة في داخل الجسم وعدم انتاج او تحليل الطاقة. فبيتم ارسال اشارات للميتوكوندريات حفزي يلا بلشي، او يعني حضري للشغل. بيتم ارسال اشارات للترانسبورتر تبعت الجلوكوز دخلي الى داخل الدم. بيتم ارسال اشارات لبقيه اعضاء الجسم بانها تستعد. فالشغله منظمه. تمام، ومن ضمنها الاشياء اللي بتنظم اي ام بي اكتيفيتد بروتين كاينيز، هذا السنتر ريجوليتر. اوكي، بحيث بيعتمد على شو؟ بيعتمد على قديش حاجه جسمك للطاقه. هل كميه الاي ام بي او الاي دي بي عاليه معناها انت بحاجه طاقه، جسمك نفق طاقه. طيب اذا كان كميه الاي تي بي عاليه راح يخفض انتاج الطاقه. انا ليش في عندي اي تي بي؟ انا ليش محلي مليان اواعي واروح انزل اواعي زياده؟ اوكي، اذا حسب الديماند، حسب حاجه الجسم للطاقه. الاي ام بي هاي سنترال موليكيول طلعوا لي هون، هذا عباره عن ريجوليتر.
شاف لو اي تي بي وكميه الاي تي بي عاليه والاي ام بي عاليه، الريشيو النسبه بيناتهم، ايش بيفهم؟ انه الجسم بحاجه طاقه، روح يا جلوكوز ميتابوليزم، ليبيد ميتابوليزم، مايتوكوندريا ميتابوليزم، بروح بحفز كل واحد منهم، برسل سيجنالز لكل واحد منهم، زد لي الجلايكوليز جلوكوز ابتيك، زد لي الجلايكوليسيس، خفف لي الجلايكونيوجينيسيس وال الجلايكون الجلايكوجين جينيسيس، يعني انتاج الجلايكوجين. تخيلوا انا اروح اخزن الجلايكوجين وانا بحاجه للجلوكوز، ما بينفع. ليبيد ميتابوليزم، زد لي اللايبوليسيس بيتا اوكسيديشن، قلل لي اللايبوجينيسيس والكوليسترول بايوسينثيسيس. احنا بدناش نصنع مولكيول، احنا بدنا نهدم، احنا بدنا طاقه. روح على الميتوكوندريا، حفز العمليات اللي بامكان انها تساعدني في عمليه انتاج الطاقه. فبالمحصله بزيد انتاج الاي تي بي وبقل الكونسيومينج تبع الاي تي بي، عمليه منظمه داخل الجسم. هاي السلايد كمان تكرار. طيب في عندنا معلومه بتحكي انه التوتال كوانتيتي اوف اي تي بي ان ذا بودي از ليميتد تو ابروكسيميتلي 100 ملي جرام. طب ليه؟ لانه احنا معتمدين في الجسم على انه يكون التيرن اوفر للاي تي بي كثير عالي، كثير كثير. يعني ليش كل هالتنظيم وليش كل هالعمليات؟ انه الاي تي بي بيسرع من البرق نحوله لاي تي بي، تمام؟ الاي تي بي بدوره بصرف طاقه بتحول لاي تي بي، فالجسم معتمد انه التيرن اوفر في داخله كثير سريع، فعشان هيك احنا ما بننتج اكثر من 100 جرام من الاي تي بي. خلص الانصراف بتعوض، الانصراف بتعوض، الانصراف بتعوض بنفس الوقت بنفس اللحظه. طيب لما يكون الجسم مرتاح، كميه الطاقه اللي بيصرفها 40 كيلو جرام من الاي تي بي في 24 ساعه. يعني انت مرتاح، عضلاتك مرتاحه، قديش من طاقه، قديش كيلو جرام الاي تي بي بتستهلك؟ 40 كيلو جرام. طيب اذا انت في حاله سترينيوس اكسرسايز، كم كميه الطاقه اللي بتصرفها خلال ساعتين؟ ساعتين ساعتين بس 60 كيلوغرام. اوف، هنا يوم كامل 40 كيلوغرام في حاله راحه، هون ساعتين بس 60 كيلوغرام تم الصرف. فعشان هيك طلع بدنا نحفظ هاي النسبه، ضروريه جدا. اذا في حاله السترينيوس اكسرسايز، كميه الطاقه اللي بصرفها في الدقيقه هي عباره عن نص كيلوغرام. بيجيك سؤال من الدكتور بيحكي لك لو سمحت، يعني بعد اذنك، واحد اتدرب سترينيوس اكسرسايز حوالي 30 منت، اوكي نص ساعه، كم كميه الطاقه الاي تي بي اللي استهلكها؟ تصفن انت سعيده، ما تصفن، نص كيلوغرام لكل دقيقه. طيب عندي 30 دقيقه ضرب نص، 15 كيلوغرام من الطاقه اللي صرفهم، 15 كيلوغرام من مين؟ الاي تي بي، يعني تقريبا 1.5 كيلوغرام من الويت تبعه راح بسبب مين؟ سيفير اكسرسايز. اذا لكل منت عندي نص كيلوغرام. طيب لو 60 منت، 60 بنص 30 كيلوغرام. فمثلا لو احكي لك واحد اتدرب ساعتين من السترينيوس 2 اورز، مش تروح تضربهم بنص؟ 2 اورز من السترينيوس اكسرسايز بتروح تضربها ب 30 كيلوغرام، بيطلع معك 60 كيلوغرام صرفهم خلال ساعتين. وهي المثال اللي هون، ساعتين صرف فيهم 60 كيلوغرام. اذا هاي النسبه اكتبها على دفترك، اكتبها على السلايدات تبعتك. الساعه بالسترينيوس، مش يروح يحكي لك ريستنج، بالسترينيوس اكسرسايز الساعه 30 كيلوغرام، والواحد منت بنص كيلوغرام. فاذا قال لك مثلا 15 منت تضربها بنص، لو قال لك 20 منت تضربها في نص، لو قال لك ساعتين تضربها في 30 كيلوغرام. اوكي تمام، هاي عمليه حسابيه ومتوقع يجي عليها سؤال، يعني كثير سهل الموضوع. skeletal muscle metabolism supplying energy for skeletal muscle contraction. طيب skeletal muscle لايش بحاجه الطاقه؟ شو الوظيفه اللي بحاجه الطاقه لها؟ contraction، تمام. طيب long term supply ATP aerobic citric acid cycle oxidative phosphorylation. هاي في حالات long term supply، بدي طاقه لفتره طويله، بروح لانه مثلا ما بروح على anaerobic، مش ما بعتمد على ال فوسفوكرياتين، بعتمد على الايروبيك، ايروبيك ريسبيريشن اللي هو في سيتريك اسيد سايكل، اوكسيديتيف فوسفوريليشن، بصير في الميتوكوندريا بحاجه اكسجين، الطاقه اللي بنتج لي اياها عالي 36 اي تي بي، المصادر الطاقه ممكن كاربس وممكن ترايجليسرايد، ترايجليسرايد بيحلل فاتي اسيد، الفاتي اسيد بتحلل اسيتيل كو اي، وبمشي نفس الخطوات سيتريك اسيد سايكل اوكسيديتيف فوسفوريليشن عادي. تمام؟ اذا الجزيء المفضل للطاقه اللي هو الترايجليسرايد، بس في حالات اللي طويلة الأمد. ليه؟ لأنه الترايجليسرايد تعطي طاقة أكبر من الكاربس. الكاربس سريعة ماشي، بس تنضب على السريع، بالفترات الطويلة أنا بحاجة الترايجليسرايد إنه يزودني في الطاقة. بايروفيت أكسيدايز تو كربون دايوكسيد، تمام، البايروفيت بتحول لكربون دايوكسيد وبنتج عنه أسيتيل كو إي،
الترانسفير اوف كيميكال بوند انرجي للناد اتش والفاد اتش 2 البطاريات. هاي البطاريات بتروح على الالكترون ترانسبورت تشين وبصير بعدين اوكسيديتيف فوسفوريليشن وانتاج الطاقه. هاي في عمليه طويله الامد. تريجليسرايد اولسو يوزد فور ايروبيك ريسبيريشن اند ار بريفرنشال فيول مولكيولز فور موست سكيليتال ماسل. بتفضلها تمام. اذا بالنسبه للايروبيك في عندي مصدرين للطاقه، تريجليسرايد تحلل فاتي اسيد، يلا الفاتي اسيد بفوت بيسوي لفه من البيتا اوكسيديشن بينتج لي اسيتيل كو اي، الجلوكوز بيصير له جلايكوليسيس بايروفيت، بايروفيت بتحول لمين؟ تحول لاسيتيل كو اي عن طريق البايروفيت دي هيدروجينيز. الاسيتيل كو اي الان بفوت على حلقه كريبس وبلف لي لفه او لفتين وبعمل لي جزيء الطاقه تمام. هذول مصدرين للايروبيك، الانايروبيك فقط جلوكوز. اوكي ايش في كمان معلومات؟ ماسل كونتراكشن بيحتاج كميه كثير كبيره من الطاقه تمام، وجزيء الاي تي بي المخزن ممكن انه يستمر بس لخمس ثواني، يعني ممكن انه يضل بس لفتره خمس ثواني من الانقباض بعدين بتروح. كيف اخذنا الكرياتين فوسفيت، انايروبيك جلايكوليسيس، ايروبيك، قاعدين بنكرر يا جماعه كثير كررنا المواضيع، اسف اني بزهقكم. ذا ريست اوف ذا اي تي بي ماست بي ريجينريتد. ليه؟ لانه الاي تي بي الواحد ما بصمت خمس ثواني في انقباض العضله. باثوي الاول اني اعتمد على الكرياتين فوسفيت، طلع عادها كمان مره، فاست كثير سريع ما بحتاج اكسجين فقط موجود في المصل، كثير كثير سريع اوكي لشغل 15 ثانيه مش اكثر من هيك، لا بحاجه اكسجين ولا غيره اوكي، وبنتج لي طاقه واحد اي تي بي بس. اثنين اللي هو الانايروبيك، لما بدي دقيقه لدقيقتين ماشي، النواتج لاكتيك اسيد وبس في المصل بصير. هذا ليس افيشنت من اللي قبليه، كميه الطاقه اللي بتنتجها يعني ابطا تمام، ميديوم سبيد السرعه تبعته ابطا شوي وما مش بحاجه الاكسجين. 2 اي تي بي. هسه انا اللي بدي لفترات طويله جدا 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 مين؟ الايروبيك فوسفيت. لان في معلومه مغلوطه بيحكي لك انه المسل سورنس، الحرقه اللي بتصيبك بعد يعني شيل الاوزان، يعني الناس اللي بتروح على الجيم وبتحمل اوزان بعد يوم يومين بتحس انه في حرقه في العضله، حرق هيك شعور في الحرق في العضله اوكي. هذا تابع لمين؟ شعور الحرق في العضله بسبب مين؟ بسبب لاكتيك اسيد بيلد اب، يعني بسبب انه اللاكتيك اسيد قاعد بنبنى بكميه كبيره فبعطيك شعور الحرق اوكي تمام. هذا شعور البيرنينج اللي بيصير في داخل العضله تبعتك بعد التمرين. المسل فاتيك برضه لللاكتيك اسيد، لكن اللاكتيك اسيد بيلد اب مش مسؤول ابدا عن المسل سورنس، يعني الوجع اللي بيصيبك في العضله بعد التمرين هذا ابدا مش مسؤول عنه اللاكتيك اسيد بيلد اب، مسؤول عنه مين؟ السيل دامج. يلا نرتب المواضيع. يلا اللاكتيك اسيد عن ايش مسؤول وعن ايش مش مسؤول بعد عمليه التمرين بعد ما اتمرن؟ طيب هو مسؤول عن شعورك بانك في حرق، يعني في بيرنينج فيلينج ديورينج اكسرسايز، في شيء في حركه، هذا مسؤول عنه اللاكتيك اسيد. مسل فاتيك بسبب تراكم الهيدروجين ايون وبسبب تراكم اللاكتيك اسيد، ماشي انا معك هاي اثنين، لكن شعور الوجع تمام، الوجع اللي بيصيبك في المسل هذا مش سببه اللاكتيك اسيد بيلد اب، هذا سببه السيل دامج، ممكن انها تيجي دائره اوكي. ميزه بين كل واحد والشعور تبعه. الايروبيك بطيء كثير وبيطول كثير وفي موجود في كل الخلايا، هذولاك مسؤولين الانايروبيك والكرياتين بس بالمسل، هون كل الخلايا بحاجه اكسجين لساعات، والطاقه اللي بنتجها 36 اي تي بي، بنتج لي سي او 2 واتش 2 او. في شيء اسمه الاكسجين ديبت، قرض الاكسجين، دين الاكسجين، عوز الاكسجين، نقص الاكسجين، هذا بيفسر لك انه انت لما تتمرن تمام، لما تتمرن الاكسجين عندك بنضب بحاجه ايش؟ بحاجه اكسجين خلص، يعني كميه الاكسجين اللي انصرفت زياده عن الطاقه تبعت الاكسجين، زياده عن المجال الموجود عندك في الاكسجين. الجسم بده يعوض اكسجين، كيف بده يعوض؟ الاكسجين من وين بيجي؟ عن طريق الرئتين، فبصير في عندك بريث ديبلي، بعد شو؟ بعد strenuous exercise بصير في عندك عوز في الاكسجين، فبدنا نعمل عمليه بنسميها الاكسجين ديبت از انكيورد، يعني في عندي عوز في الاكسجين بدي اعوضه خلال انتنس اكسرسايز. كيف؟ عن طريق البريث ديبلي. طيب احنا ليش بحاجه الاكسجين عفوا؟ اوبا، اذا الاكسجين ما بدنا اياه شو ضل بدنا اياه؟ مهم للهيموجلوبين والميوجلوبين
الاكسجين في عمليات نقل الهيموجلوبين والمايوجلوبين، بتخزن في داخلهم الاكسجين. المايوجلوبين هو البروتين الموجود في العضلات، الهيموجلوبين البروتين الموجود في الدم ومسؤولين عن نقل الاكسجين. طيب ريبلنش للجلايكوجين، لما انا بدي ارجع ابني جلايكوجين انا بحاجه اكسجين، لما بدي ارجع ابني الاي تي بي والكرياتين فوسفيت هذا بحاجه اكسجين، لما بدي احول اللاكتيك اسيد بتراكم في جسمي من خلال الانايروبيك ميتابوليزم، اللاكتيك اسيد كيف بدي ارجعه للجلوكوز؟ بدي اكسجين في الليفر. اذا الاكسجين جدا مهم انه يكون موجود. كيف بعوضه؟ كيف يعني بتعوض الاكسجين ديبت؟ عن طريق البريث ديبلي. اوكي، فانا اذا بدي طاقه فيرست ريت وشورت تيرم بعتمد على الكرياتين فوسفيت. اذا عرفتوا المصل، انا وفرت لكم ثلاث مصادر لها، كرياتين فوسفيت، انايروبيك، ايروبيك. اذا بدي اسرع شيء باكثر فتره كرياتين فوسفيت، طلع 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 الطاقه اللي اعطتني اياها، الازرق هو الجلايكوليتيك اوكسيديتيف، تمام، اللي هو بناء على الكرياتين فوسفيت، فيرست ريت، فاست ريت، وشورت تيرم. مثال، بدك تركض، اول بدايه الركض خلال مثلا 10 ثواني، هاي الطاقه اللي بتعتمد عليها الكرياتين فوسفيت المخزنه داخل جسمك. سبورت بحاجه نقطه بيرست، هيك انفجار، بدايه كويك تشينج. فولي بول مثلا، انت بحاجه انك تفرز طاقه كبيره في فتره زمنيه كثير صغيره، هاي البيرست. مثلا انطلاقه لركضه معينه، ستارت اكسرسايز معين، بيجيب لك مثال في الامتحان، بيحكي لك عادي ايش مصدر الطاقه اللي بدها تعتمد المصل، بيجيب لك مثال، مثلا بيجيب لك الفولي بول مثلا، او شيء بده حركه بثانيه، شيء بده حركه بعشر ثواني، اول بدايه الركض، هذا كله ايش بده يعتمد؟ بده يعتمد كرياتين فوسفيت. بينما شيء بدي اياه ساعات وما بدي اياه يصير فيه فتيق، وبدي لا ركض لا ماراثون، لا بده يستمر لفترات كثير منيحه، هذا انا ما بقدر اعتمد على الكرياتين فوسفيت. سايكلينج مثلا بدي اعتمد على ماراثون، هذا مين؟ نعتمد على الايروبيك ميتابوليزم، تمام. muscles are not working at peak levels، بدك تكون منتبه انه الكرياتين فوسفيت بتعطيك البيك ليفلز، اعلى مستويات الطاقه على الاطلاق بفتره زمنيه جدا قصيره. هسا الايروبيك الفكره انها مش تزودك اعلى طاقه، الفكره انها تزودك فتره كثير طويله من الزمن، انها تجيب طاقه تزودك لفتره زمنيه كثير منيحه، ما بنفع انها تخلص الطاقه من البدايه. طيب هنا يعني مقارنه بين الكرياتين فوسفيت وجلايكوليتيك والاكسيديتيف، هذا اكسجين، هذا بدون اكسجين، هذا بدون اكسجين. هنا معطيك مثلا ايفنتس للسبورت. طيب اول 100 متر لسه يعني لسه في بدايه الفتره، فممكن اني استهلك فوسفاتين كرياتين، فوسفات كرياتين، فوسفو كرياتين، وممكن اني استخدم الجلايكوليسيس اللي هو انايروبيك ميتابوليزم. 200 متر ها بلش شوي يزيد. طيب 400 بلش يزيد 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 يزيد، عبين ما صار طلع 1000 او 10000 متر، انو كرياتين فوسفيت اللي بدي الحق عليك؟ شو يعني اف؟ يعني فيو سكند. يعني اذا بدك تبلش سباق 10000 متر، اول فيو سكند كرياتين فوسفيت، بعدين بكمل شوي معك الجلوتيك، بعدين بكمل معك مين؟ اوكسيديتيف اللي هو في وجود الاكسجين، ايروبيك. اذا ايش بنلاحظ؟ انه كل ما كبرت المسافه وكل ما طول التمرين وكل ما طولت الفتره اللي بنشتغل عليها في العضلات، الكرياتين فوسفيت بدها تقل كل ما زدنا المسافه، كل ما زدنا الوقت. الجلايكوليتيك بيكون بداية قليل بعدين بيزيد بعدين برجع بقل، بيكون قليل بعدين برجع بيزيد بعدين برجع بقل، اذا اعلى نسبه جاي في الوسط. ليه؟ لانه في البدايه الاعتماد على الكرياتين فوسفيت، بعدين زيد 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 الاعتماد على مين؟ خلص فل على الانايروبيك، بعدين لما يشوف الموضوع زاد عن حده بيبطل قد الموضوع، بتولى الموضوع مين؟ الايروبيك. فكل ما زادت الفتره الايروبيك بيزداد، الجلايكوليتيك بيزداد فتره بعدين بقل، الفوسفوكرياتين بقل مع زيادة الوقت تبعها. طيب لأنشطة كثير قصيرة مثل لونج جامب أو هاي جامب أو شوت هاد، على إيش الاعتماد بده يكون؟ على الأكسيديتيف جامب، جامب واحدة، على إيش بده يطلع كمية الطاقة أو الكمية المهولة اللي بدها تطلع من الاي تي بي من الفوسفوكرياتين؟ إذا الاعتماد بده يكون على الفوسفوكرياتين إذا كانت الشغلة كثير قصيرة، تمام. ايزوتونيك والايزومتريك كونتراكشنز، هذول عمليتين بصيروا في المصل، بديش اتعب حالي احكي كثير، تعال نشوف رسمه ونريح حالنا. طلعوا يا جماعه، بس الايزوتونيك الزاويه بتتغير، طول تبع العضله بتغير، بكون طويل تقصر العضله، اوكي، العضله بتطول وبتقصر،
إذا في تغيير في طول العضلة أنت في الايزوتونيك كونتراكشن. العضلة ما بتتغير في الطول تبعها، أنت في الايزومتريك كونتراكشن. طيب الايزوتونيك نفهم الكونتراكشن تبعها إنه أنت تمسك مثلا هالكرة، تمسك هالثقل، تمسك هالدمبلز، بدك ترفعها، أنت هيك عملت انقباض للعضلة وبنفس الوقت قصرت الوقت، قصرت الطول تبعها، changing the length، غيرت الطول، هذا بنسميه ايزوتونيك. تمام؟ طيب اذا انت مسكت مثلا في هالماسوره شديت عليها بحيث انه البايسبس عندك العضله مثلا على سبيل المثال تشد، يصير لها في كونتراكشن، غيرت في طول العضله؟ لا والله يا مالك، اذا هي ايزومتريك. ممتاز. اذا الانقباض بدون ما اغير طول العضله ايزومتريك، الانقباض مع اني اغير طول العضله ايزوتونيك. والايزوتونيك نوعين مش مذكورين هون، اي سنتريك وكونسنتريك. الاي سنتريك بانه طلوع، تمام، انه اقصر طول العضله، الانقباض مع اني اطلع، وهون الانقباض دقيقه انا مش شايف منيح، اه الكونسنتريك عفوا المسل شورتنس، قاعده بتقصر العضله، اذا هي عباره عن الكونتراكشن. يعني خلص احنا متفقين انها ايزوتونيك، ليش متفقين؟ لانه طول العضله تغير سواء زاد او قل، لان اذا كانت الزاويه قلت او طول العضله قل هذا كونسنتريك، اذا كان طول العضله زاد هذا ايسنتريك. اذا هم مش مذكورين الايسنتريك والكونسنتريك، بس ركزوا لي على مصطلح الايزوتونيك، تغير طول العضله مع الكونتراكشن هذا ايزوتونيك، ما تغير طول العضله مع الكونتراكشن هذا ايزومتريك. ماسك الماسوره انا وبقبض في العضله تبعت البايسبس، شو بسوي؟ تنقبض العضله بس ما تغير الطول تبعها، هذا هو ايزومتريك. كثير منيح، ايزومتريك وايزوتونيك. الايزوتونيك في تغيير في طول العضله مثل ويت ليفتنج، مثل رننج، سويمنج، جامبنج، العضلة قاعدة بتكسر. الايزومتريك كونتراكشن مثلا انا لما بدي احاول اغير شو اسمه، احرك شغلة، بدي اتفش شغلة، بدي اتفش الحيط مثلا، ذكر الدكتور لما حكى المثال بالفسيولوجي، بدي اتفش الحيط، طول العضلة ما تغير بس صار في انقباض، هذا هو ايزومتريك. طيب الايروبيك اند ريزيستنس اكسرسايز، الايروبيك زي ما حكينا الايروبيك للشغلات اللي فيها هارت ريت كثير طويل، انديورنس اللي هو الهارت ريت بدي ارفعه، مثل الجوكينج، بايكينج، انا بحاجه زياده البلد سبلاي. شو تاثيرات الايروبيك اكسرسايز؟ مثلا انا رحت ركضت ساعه زمن، هذا اعتماد على الايروبيك 100%. شو التغييرات اللي بتصير؟ البلد سبلاي على المسلز بتزداد، عدد الميتوكوندريا بيزداد، كميه الاكسجين المخزن بيزداد، الفوائد جريتر ريزيستنس تو فاتيك، ما بتقاوم الفاتيك بشكل كثير منيح. طيب الهارت واللنج فانكشن بتحسنوا، الدايجشن بتحسن، امبروفد بون دنسيتي، كثافة العظام بتتحسن مش بتزيد، تتحسن. reduced risk of metabolic disorders، بتقل الأمراض الناتجة عن الأيض. increased immune system function، هاي هي الفوائد عن الأيروبيك exercise. الآن الأيروبيك مع resistance exercise، تمارين المقاومة، weight lifting، weight training، الجيم، أشهر مثال على الجيم، بدي أروح أحمل أوزان، هذول شو الفوائد اللي بتنتج عنهم؟ زيادة القوة strength، تمام، زيادة المسل ماس، يعني هايبرتروفي، أنا رايح أعمل هايبرتروفي، أقوي العضلة، أقوي السترينث تبعها، أقوي الانقباض تبعها، وأزيد من البون دنسيتي. قبل شوي كانت امبروف، هاي انكريست بون دنسيتي. إذا هاي هي الفوائد، هاي لها فوائدها وهاي لها فوائدها، تمام يا جماعة. الفكرة في الريزيستنس اكسرسايز، تمارين المقاومة، إنها تزيد الأكتين والمايوسين فايبرز وتؤدي إلى عضلة أكبر هايبرتروفي. فنصائح بحكي لك انه من عمر 18 ل 65 لازم يكون عندك من ساعتين ل 30 دقيقه كمان مودريت انتنسيتي ومسل سترينثينج. اذا انت بهمك تكبر عضلات وبنفس الوقت بهمك انك تجري وتمشي، يعني مش كله رفع جيم، اللياقه برضه مهمه. شفتوا الايروبيك قديش مهمه على القلب وعلى الميتابوليك ديزوردر، كيف بتقلل منها. فانت لازم يعني بين بين تخلي عدد ساعات معين للمودريت انتنسيتي ايروبيك اكتيفيتي، و عشان العضلة تقوى، الشيست والابدومن والباك والشولدرز والارمز المفروض انهم يقوى، هذول كلهم في المسل ليفتنج مش عن طريق الركض. هذول برامج، يا اما هذا، يا اما هذا البرنامج، يا اما هذا البرنامج. اوكي، اخر سلايد اخيرا ان شاء الله، حسب نوع الفايبر. طلعوا يا جماعه في عندك مسل لونها ابيض ومسل لونها احمر، قلت لكم بناء على اختلاف ايش؟ وجود الاكسجين. الاكسجين وين بتخزن في العضله؟ في المايوجلوبين. فاللحم الحمراء كميه المايوجلوبين بتكون فيها كثير كبيره، وبتكون مخصصة للأكسيديتيف. طلع في داخل العضلة في عندك أكسيديتيف فايبرز، في عندك جلايكوليتيك فايبرز، يعني فايبرز بس مخصصة أنها تعمل أيروبيك سيلولار ريسبيريشن. شو الميزات اللي فيها؟ فاتيج ريزيستنس، مقاومة للفاتيج،
مش دقيقتين بتلاقي العضلة خلاص تعبت، لا، مقاومة، كمية المايوجلوبين عالية، هاي الكلمة اللي هون مايوجلوبين، اكستنسيف كابلريز، دعم دموي جدا مهول، كمية ميتوكوندريا كثير كبيرة، المسل اكسجين ترانسبورت بروتين، تمام، امبارس ريد ابيرنس، المظهر تبعها احمر، بينما الجلايكوليتيك فايبرز هذول اللي بده يكونوا مجهزين للانايروبيك سيلولر ريسبيريشن، كمية الميتوكوندريا قليلة، اللون ابيض، بيديكتابل، يعني فتيك، تمام، على السريع بيتم الهاب فتيك تبعها، اللارج جلايكوجين ريفرسز اوف انايروبيك ريسبيريشن، بكون مخازن الجلايكوجين فيها اكبر. اذا في عندي نوعين من المسل فايبر في داخل، في عندي نوعين من الفايبرز موجودين داخل المسل حسب الاكشن تبعهم انا بطبق، تمام. هيك على خير ان شاء الله، انتهت المحاضرة، اسف اني طولت عليكم، الله يعطيكم العافية يا رب، بس المحاضرة نفسها طويلة، دعواتكم.